والله قلت لهم شيخ حمدان لما يكون بسيارة في السيارة في الأرض أخطر. لأن أتحكم بكرة الخير. أنا متعصب رياضيا، بس لكني أنا عندي روح رياضية، يعني أنا مع فريقي متعصب، أحاول أفوز، أحاول أضارب، أسوي أي شيء عشان أفوز، ولكن عندي الروح الرياضية، إذا خسرت ما أسبب مشاكل، وهو هذا أهم شيء. صاحبك لا من حاد عن درب الصواب، من واجب الصحبة عليك تصارحه، لا يدفعك لمجامله طيش الشباب، وتقول لي بعض الصراحة جارحة.